ازيك يا محمد؟ انا ام لطفل عنده 10 سنين. يا محمد، اول امبارح الولد كان بيلعب، كوباية اتكسرت غصب عنه. تخيل بابا عمل ايه فيه، مسكه وضربه بعصاية المقشة، فضل يضرب فيه لغاية ما رجله اتكسرت منه. لا، وكان عايز يكمل عليه ويلسعه في ايده، مش مكفيه كسر رجله. لو انا وقفت له بقى وقلت له كفايه كده، حرام عليك، دي كوبايه، يعني هو ايه اللي حصل ليه ده كله؟ يقول لي انا بربي ابني، انا عايزه اربي ابني يطلع راجل، انت مش عارفه تربيه. بس الولد فعلا ما بقاش زي الاول، الولد دايما خايف، دايما حزين ومهموم. لما بنكون في وسط ناس واطفال بيقعد بعيد عنهم، ما بيلعبش مع حد. انا حاسه ان ابني راح مني خلاص. هي حقيقي هي دي التربيه؟ انا ما بقتش عارفه اعمل ايه ولا اتعامل ازاي، وتعبت. كل مشاكلنا دايما ان هو بيعامل ابنه بالطريقه القاسيه دي. انا بجد نفسي اخد ابني وامشي، امشي بعيد عن البيت ده. التصرف ده لو اتعامل مع حيوان كانت جمعية الرفق بالحيوان رفعت قضية على المعتدي، ما بالك بقى لما العدوانية دي تحصل من أب تجاه ابنه تحت مظلة إني بربيه. صدقيني دي مش تربية أبدا، عمر التربية ما كانت بالضرب ولا بالعنف الأسري اللي بنشوفه. إحنا بشر، ربنا أكرمنا وخلقنا في أفضل صورة، وخلق لينا مخ وعقل وميزنا عن سائر المخلوقات. والمخ ده علشان نكلمه ونحاوره ونفهمه الصح من الغلط، وخاصة إن الأطفال بيبقوا عاملين زي الصلصال، نقدر نشكلهم بالكلام والمحاورة والإقناع بكل سهولة ويسر من غير لا ضرب ولا إهانة. اللي بيلجأ للضرب في التربية ضعيف، أضعف مما نتصور. الضرب بيسيب علامات، مش علامات في الجسد، لأ، علامات في الروح وفي الذاكرة. بتصيب شخصية الطفل في مقتل، بيطلع خايف، جبان، عدواني ومؤذي. الضرب بيشتت الشخصية، بيطلع شاب فاقد الثقة في نفسه وفي مجتمعه وفي أهله، يطلع شاب معقد نفسياً وبيخاف من كل خطوة ومهزوز، ولما يجي يتجوز يفشل في حياته، ما يعرفش يختار، ما يعرفش يبني أسرة، وللأسف بينتهي من قبل ما يبدأ ويموت وهو لسه عايش وسطنا. ما تضربوش ولكوا بالشكل المهين ده، ما تضربهمش أصلا، ما تخليهمش يكرهوكوا ويكرهوا البيت اللي المفروض يكون مليان دفى وحب. هي البيوت بتنجح إزاي غير بالطاقة الإيجابية اللي بتزرعها في قلب الطفل من صغره؟ هي السبب في كل جميل هتحصده بعد سنين. أما ضربات القلب اللي بتزيد من الخوف لما بيسمع صوتك، اللسان اللي بيتعقد ومعرفش ينطق لما بيشوفك جاي، كل دي مش تربية. ولادك هيحترموك بدون ما يخافوا منك، يقدروك ويسمعوا كلامك حبا ليك مش رعب منك. للأسف أغلب الناس دلوقتي بقت تاخد طريق الضرب والإهانة لأنه أسهل. الطفل وقتها بيسمع الكلام فعلا، بس أنت ما بتشوفوش من جوه، ما بتشوفش الشرخ اللي بيحصله في قلبه وبيكبر بمرور الأيام. إحساسه هو عايش في بيئة مش آمنة عليه، ولا حتى بتخاف على مشاعره، ده إحساس مرعب فعلا. كون إن محدش بيقدره من صغره ولا حتى بيعمل له حساب، محدش زرع فيه بذرة إنه شاطر ويقدر، بذرة إنه محبوب ومحترم، بذرة إنه ذكي ويقدر يعمل كتير، بذرة إنه عنده قدرات. محدش اكتشف موهبته مثلا، طاقته اللي المفروض تفرغها في مكانها الصح. محدش نبش جواه وشاف إيه اللي مزعله، محدش سمع له، محدش فهم هو بيمر بإيه. كل دي أساليب تربية،
لكنها عايزة شوية وقت، وإحنا بقينا كسالة مكسلين حتى الرب ولادنا، فنروح نضربهم ونهينهم علشان إيه؟ علشان يسكتوا، وننتصر إحنا لنفسنا لما نشوف في عينيهم نظرات الفزع والخوف مننا. على فكرة هو شال منك محبكش، خاف منك محترمكش، وده بيفرق كتير. ولما يكبر وتبقى محتاج له مش هيصونك، لأنك ما صنتهوش ومعلمتهوش إزاي يصون. وزي ما في عقوق للوالدين، في برضو أباء وأمهات عاقين لولادهم ما كانوش موجودين في وقت احتياجهم ليهم، جابوا لهم كل الأمراض النفسية، طلعوهم مهزوزين ما بيعرفوش ياخدوا قرار، وكانوا سبب في موتهم بالبطيء. مش هتعرفوا تربوا، ما تخلفوش، هتتعاملوا بمنطق الإهانة وتمسحوا كرامة ولادكم بأستيكة. بلاش تخلفوا، احنا عايزين اللي يخلف يطلع لنا نشء قادر يشيل نفسه وبيته ووطنه لقدام، لكن ما تخلفوش وتسيبوا عيالكم الزمن ياكل فيهم والحياة تشيل منهم لحد ما يقعوا. ربوا عيالكم بالحسنة، خلوهم يقربوا ليكوا، يقربوا ليكوا ولينا وربنا، فهموهم فين طريق الصح والغلط، خلي دماغهم تشتغل ويفكروا وينجحوا. انتم مخلفين بشر ليهم عقل مش حيوانات. استنونا.